فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هناك من ظهر وقال إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو خاص برجال الهيئات وأنه لا يقوم به غيرهم، يقول: فهل هذا القول صحيح؟ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باليد والإزالة هذا خاص برجال الهيئات، أما الإنكار باللسان، الإنكار باللسان والبيان والنصح والتوجيه والرفع للمسؤولين هذا واجب على كل أحد يقدر عليه، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، هذه لأصحاب السلطة ونوابهم، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، فلا بد من إنكار المنكر ولو بالقلب، لا بد من إنكار المنكر ولو بالقلب آخر شيء. نعم.